عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في يوم جديد من أيام مصر، يوم ندشن فيه أملا جديدا للحياة. نحييكم هنا من أرض سيناء الحبيبة، حيث مشروع شرق بورسعيد، مشروع شرق التفريعة، هذا المشروع الذي يدشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصل موكبه الآن والركاب الرئاسي يتحرك بتؤدة ووقار متجها إلى قاعة الاحتفال وخيمة الاحتفالات التي سيتم تدشين هذا المشروع من خلالها. ها هو الركاب الرئاسي يصل الآن محفوفا بمحبة المصريين في كل مكان. ها هو نحن هنا من هذه الأرض الطاهرة، هذه الأرض الطاهرة هي أرض سيناء، إنها البقعة الوحيدة في العالم التي تجلى لها رب العباد في طور سيناء عندما كلم موسى تكليما. هذه أرضنا الحبيبة، وهذا هو ترابها الطاهر، وهؤلاء هم أبناء شعب مصر العظام الذين عودونا دائما أن يتحدوا الصعاب وأن يبنوا المستحيل. إنه شعب من البنائين العظام، إنه الشعب الذي بنى الأهرامات وبنى السد العالي وحفر قناة السويس الجديدة. أحييكم مشاهدينا الكرام مع بداية هذا اليوم الجديد من تاريخ مصر الذي يسطر فيه المصريون إنجازا جديدا في التاريخ. هذا الإنجاز الذي يضاف إلى الإنجاز الأسطوري الذي سبق أن تحقق في 6 أغسطس من عام 2015. هذا التاريخ الذي لا يمكن أن يمحى من ذاكرة المصريين، وهو افتتاح قناة السويس الجديدة. هذا الإنجاز الذي لم يكن مجرد إنجاز اقتصادي فحسب، ولكنه عبر بالفعل عن الإرادة المصرية الحقيقية، عن عودة روح التحدي والإرادة الصلبة إلى كل المصريين من جديد. ها نحن من هذا الموقع من منطقة شرق التفريعة، حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تدشين مشروع تنمية شرق بورسعيد. هذا المشروع الذي يضم عدداً من المشروعات المهمة، ومن أبرز هذه المشروعات مشروع تنمية ميناء شرق بورسعيد. نحن الآن نتابع على الهواء مباشرة وصول الركاب الخاص بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي انتظار وصوله وأيضا في انتظار هذه اللحظات المهمة الخاصة بتسجيل فصل جديد من إنجازات المصريين في التاريخ المصري وتحويل الحلم إلى حقيقة والعمل على بناء والتنمية، وذلك من خلال هذا المشروع العملاق الخاص بتنمية شرق بورسعيد. أيها الإخوة المواطنون، كما قلنا هذا شعب من البنائين العظام، هذا شعب دائما ما يشيد الأمجاد، يشيدها في تاريخه المجيد، شاد الأهرامات وبنى السد العالي وحفر قناة السويس في معجزة في عام واحد. اليوم يدشن الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع شرق التفريعة أو مشروع شرق بورسعيد، هذا المشروع العملاق الذي هو البداية الحقيقية لانطلاق مشروع محور قناة السويس. هذا المشروع سيشتمل على حفر 4 أنفاق أسفل قناة السويس جنوب بورسعيد، حيث سيتم وصل الوادي بسيناء الحبيبة. هذا المشروع الذي هو بداية لأمل جديد لشباب مصر الذي يبحث عن الأمل وعن العمل، ولا قيمة لأي أمل في الدنيا إن لم نحاول أن نحققه بالعمل. العمل دائما هو مجد، هو شرف، هو عطاء لا ينقطع، والمصريون دائما رووا أرضهم الطاهرة بعرقهم ودمائهم ودموعهم. في مشروع شرق التفريعة أو شرق بورسعيد
سيتم إنشاء قناة بطول حوالي 9 كيلومترات ونصف الكيلومتر، ستسهل الدخول إلى مجرى قناة السويس، ولن تنتظر السفن بعد ذلك 7 ساعات، وإنما سيتم الدخول إلى قناة السويس بسهولة شديدة. هذا المشروع سيشتمل على إنشاء منطقة صناعية تحتوي على الأقل على حوالي 20 مصنعاً، ومن بين هذه المصانع سيتم تحقيق حلم مصر في إنتاج سيارة مصرية تامة الصنع وليست سيارة مجمعة كما نفعل الآن. هنا سيتم توفير حوالي 300,000 فرصة عمل لشباب مصر، فلنعرق ولنكدح جميعا، فالأمم لا تبنى إلا بالعرق والدموع وبالجهد، بالجهد فقط نرتفع ونعلو، فعلينا أن نحرص على بلدنا وأن نعلي من شأنها، لأنه هكذا ترتفع الأمم وهكذا تكون لها كلمتها بين الشعوب. أيها الإخوة المواطنون، هذا شعب مصر وهذه أرض مصر الغالية التي سنعمرها والتي سنتحدى بتعميرنا لها الإرهاب الذي يحاول أن يعيث في الأرض فسادا. هذه الأرض التي سوف نعمرها، ومع استعادة روح التحدي مرة أخرى إلى المصريين، وذلك مع افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس، هذا التاريخ الذي دائما ما نتذكره والذي لا يمكن أن يمحى أبدا من ذاكرة المصريين، لكي يثبت أنه إذا ما استطاعت الإرادة المصرية أن تتحد، هذه الإرادة الصلبة، فسوف تحقق أي حلم وسوف يتحول هذا الحلم بالفعل إلى حقيقة. ونحن الآن في هذه المنطقة، منطقة شرق التفريعة، وهذا الشعار الذي يطلق على المشروع الخاص بتنمية شرق بورسعيد، هذا الشعار الخاص ونكمل حلم بكرة. كما تشاهدون في هذه المنطقة، ونحن فخورون أننا هنا في هذا المشهد، هذا المشهد المهيب الذي نتابع فيه خلية العمل الحقيقية التي تعمل منذ الساعات الأولى للصباح وحتى الساعات الأخيرة من كل يوم. كل العمال المصريين الذين يعملون من أجل تنمية هذا البلد، ومن هنا تدخل مصر من خلال هذا المشروع معركة جديدة للتنمية، ونحن بإذن الله لمنتصرون فيها. نتابع معكم من خلال هذا المشهد الكثير من الشعارات الموجودة، وهي ليست مجرد كلمات رنانة وليست مجرد شعارات، بل هي حقيقة تعبر عن إرادة حقيقية لكل المصريين، هذه الإرادة التي تترجم إلى مشروعات تنموية حقيقية تابعناها في المؤتمر الاقتصادي وكذلك في افتتاح قناة السويس الجديدة، وها نحن أيضا نستكمل هذه الحقيقة وهذا الحلم الذي تحول بالفعل إلى حقيقة واقعة. كما نتابع الحلم أساسه فكرة، كما نتابع أيضا من خلال هذه الشعارات محتاجة لجهدنا، مصر محتاجة فعلا لمجهودتنا. هذه هي مختلف الشعارات التي نتابعها الآن من خلال هذا الموقع الذي نتواجد فيه، بشباب هتبقى أقوى ومحتاجة لكل مجهودتنا، والحلم أساسه فكرة، مفيش أحلام هتتأجل. من خلال هذه الشعارات التي تتابعونها وهذا المشهد الرائع الذي نتواجد فيه والذي ننقله لكم على الهواء مباشرة في هذه الإذاعة الخارجية من منطقة شرق التفريعة، نتابع بعد لحظات قليلة دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدشيني لهذا المشروع العملاق الخاص بتدشين ميناء شرق بورسعيد. هذا هو أحد المشروعات التي سوف تكون ضمن مشروع تنمية المنطقة بأكملها، منطقة قناة السويس. هذا الميناء الذي سوف يسهل حركة الملاحة، وأيضا سوف يعمل على تسهيل حركة دخول وخروج السفن، وبالتالي سيزيد من فرص الاستثمار بشكل كبير، وأيضا سيعمل على إعطاء فرص جديدة للعمل بالنسبة للمصريين. بالتأكيد هذا الميناء الجديد ومن خلال الأرصفة المستحدثة المتواجدة أيضا في هذا الميناء ستعمل على جذب أكبر عدد ممكن من السفن،
من خلال المرور في هذا الميناء مباشرة، وذلك بدلا من الوقوف عند المجرى الرئاسي أو الرئيسي لمنطقة قناة السويس. هذا سوف يوفر تقريبا من 7 إلى 10 ساعات لهذه السفن، وبالتالي سيزداد عدد هذه السفن، وكذلك أيضا ستكون هناك سهولة في حركة الملاحة دخولا وخروجا لمختلف السفن، وأيضا هذا سيؤدي إلى زيادة حركة التجارة العالمية. كما تتابعون في هذا المشهد الرائع الذي نتواجد فيه الآن، هذا المشروع لن يشمل فقط تطوير ميناء شرق بورسعيد، ولكنه أيضا كما أكد رئيس أركان الهيئة الهندسية وهي الجهة المشرفة على هذا المشروع، أنه أيضا سيتضمن إنشاء المنطقة الصناعية وكذلك أيضا منطقة لوجستية بالإضافة إلى مزارع سمكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء، ضيوفنا الكرام، اليوم هو تاريخ جديد في مسيرة مصر والمصريين، الذي سيشهد على إرادة هذا الشعب العظيم الذي يحدوه الأمل والمتطلع إلى غد أفضل ومستقبل مشرق بالأمل المقرون بالعمل. رغم التحديات والصعاب، ليثبت هذا الشعب قدرته على الصمود وهزيمة هذه التحديات، وليؤكد أن المحن لا تصنع إلا رجالاً أوفياء لهذا الوطن. يوم جديد آخر تتجلى فيه الإرادة المصرية لتحقق المستحيل بسواعد وعزيمة أبناء مصر المخلصين، ليتوالى الإنجاز تلو الآخر ويتحقق العطاء الكبير، ليس لمصر فحسب وإنما للعالم أجمع. السادة الحضور، الحفل الكريم، بالأمس القريب وفي يوم كيومنا هذا التقينا لندشن مشروعا قوميا التف حوله المصريون، هو حفر قناة السويس الجديدة. وبعد هذا اليوم بعام واحد وبالتمام والكمال تحقق الحلم ليصبح واقعا رغم دعاوى المشككين، وحفر المصريون اسمهم من جديد في سجل التاريخ بمشروع اعتبره العالم أكبر مشروع حفر وتكريك غير مسبوق. واليوم يؤكد المصريون من جديد أنهم مثلما كانوا أرباب حضارة وتاريخ، سيضعون أقدامهم ويرسخونها على عتبات المستقبل بهوية وهدية جديدة أخرى يقدمونها للعالم أجمع. الحضور الكريم، اليوم نحن على موعد مع إطلاق إشارة البدء في تنفيذ أحد المشروعات العملاقة على ضفاف القناة، هو تنمية منطقة قناة السويس والبداية من ميناء شرق بورسعيد، تلك المدينة الباسلة التي سطرت تاريخها بدماء أبنائها ولم يطوها النسيان. أما الشرق فهو جزء عزيز من سيناء الغالية التي ارتوى ترابها بدماء شهدائنا الأبرار. إن مشروع تنمية منطقة قناة السويس سيعزز من إمكانية وقدرات القناة من مجرد ممر ملاحي إلى منطقة تنموية كاملة. اليوم نتحدى التحدي من جديد، ونسابق الزمن لنعوض ما فاتنا عبر سنوات مضت. نزرع الأمل في نفوس شبابنا ونثبت للعالم أجمع أننا قادرون على هزيمة الإرهاب
وتحقيق التنمية والبناء في آن واحد، ولا مبالغة ولا غرو في ذلك. فالتاريخ خير شاهد على أن مصر هي الباقية، هي الباقية عبر الأزمان ورغم الأزمات والصعاب، بعزيمة رجالها وأبنائها وإرادة المولى سبحانه وتعالى. خير بداية للاحتفال هذا آيات بينات من الذكر الحكيم من القرآن الكريم، يتلوها الشيخ أيمن عقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. تعمل الحكومة وفقاً لاستراتيجية قومية تتناغم فيها كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتضع أمامها هدفاً واحداً أساسياً هو تأمين غد أفضل لأبناء هذا الوطن. لذا كان هذا المشروع العملاق بكل المقاييس العالمية الذي تفتح به مصر أبواب المستقبل على مصراعيها. ملامح هذا المستقبل الواعد يوضحها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، يسعدنا تشريفكم لنا اليوم في هذه البقعة الغالية من أرض مصر التي شهدت وتشهد بسالة المقاتل المصري في مختلف المعارك التي خاضها دفاعا عن أرضه ووطنه، كما شهدت أيضا على عبقرية الإنسان المصري وإبداعه وتصميمه على تحقيق هدفه، كما أثبت للعالم أجمع قدرته على إنجاز قناة السويس الجديدة في زمن قياسي لتكون بحق المعجزة المصرية في العصر الحديث. ولم يكن مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة إلا خطوة من ألف خطوة وبداية لانطلاق العديد من المشروعات العملاقة على ضفاف القناة لتحمل الخير والنماء والتقدم للشعب المصري العظيم. ونحتفل اليوم بإطلاق إشارة البدء لمشروع تنمية منطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تحويل قناة السويس من مجرد ممر ملاحي إلى منطقة تنموية متكاملة، مناطق صناعية، تجارية، لوجستية، سكنية، تساهم في دعم الاقتصاد المصري وتوفر آلاف من فرص العمل للشباب. تعتمد الفكرة العامة للمشروع على استغلال الأراضي المتاحة شرق القناة لبناء امتداد جغرافي واقتصادي وعمراني وتنموي لمدن غرب قناة السويس، نظراً لمحدودية مساحات الأراضي المتاحة غرب القناة، بالإضافة لإتاحة فرص تنمية حقيقية على أرض سيناء وربطها بباقي محافظات مصر. طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة حوالي 460 كيلومتر مربع تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، والموضح حدودها ومعالمها على الخريطة، وتتكون من ميناء غرب بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية، المنطقة الصناعية بغرب القنطرة، وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية الجديدة، ميناء الأدبية، منطقة وميناء العين السخنة، ميناء العريش، وميناء الطور. وكانت قناة السويس الجديدة بداية التنفيذ الفعلي لهذا المشروع العملاق الذي يشمل العديد من المجالات التنموية يمكن تناولها من خلال ثلاث مناطق رئيسية كالآتي: المنطقة الأولى منطقة بورسعيد. تم التخطيط لتنمية منطقة شرق بورسعيد لتكون امتداداً لمدينة وميناء بورسعيد غرب القناة، مع ربطهما معاً بشبكة من الطرق والأنفاق، لدمج وتكامل الأنشطة التنموية المختلفة شرق وغرب القناة، مثل الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية وغيرها. وتتكون منطقة شرق بورسعيد من 1. ميناء بحري ويشمل أرصفة متنوعة بطول 10 كيلو متر، منها 5 كيلو متر كمرحلة أولى بعرض 450 إلى 500 متر، ودائرة دوران بقطر 950 متر، ومجرى مائي بطول 3 كيلو متر وعرض 500 متر وعمق 18.5 متر، قناة للاقتراب بطول 9 كيلومتر وعرض 250 متر وعمق 18.5 متر، وذلك بهدف دخول السفن مباشرة إلى ميناء شرق بورسعيد دون انتظار لحركة السفن العابرة لقناة السويس. ثانياً، منطقة صناعية بمساحة 40 مليون متر مربع، منها 16 مليون متر مربع كأسبقية أولى، والتي تتكون من منطقة المصانع، إدارة المنطقة الصناعية، والتي تشمل منطقة خدمات ومركز مؤتمرات ومقر الإدارة ومركز البيع وفندق. ثالثاً، منطقة سكنية على مساحة 4 مليون متر مربع بإجمالي 10,000 وحدة سكنية، 59,000 مهندس وفني وعامل كمرحلة أولى، ويصل هذا العدد إلى 190 ألف مواطن
باكتمال تنفيذ مراحل المشروع. رابعا، منطقة لوجستية بمساحة 30 مليون متر مربع مخصصة لخدمات الميناء والمنطقة الصناعية. خامسا، منطقة مزارع سمكية بمساحة 80 مليون متر مربع لإنتاج 55 ألف طن أسماك سنويا، وتشغيل 7000 فرد، وتشمل أحواض وأقفاص للاستزراع السمكي ومفرخات ومصانع للأعلاف والتعبئة والتبريد. من إجمالي مزارع سمكية يجري حاليا تنفيذها بواسطة الجهات المختلفة مثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة قناة السويس، بإجمالي مساحة 170 مليون متر مربع، وتنتج 70 ألف طن أسماك سنويا، ويعمل بها 9500 فرد. ولتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح المشروع وربط شرق القناة بغربها، تم التخطيط لتطوير وتوسعة الطريق على جانبي القناة، مثل طريق شرق بورسعيد شرم الشيخ شرق القناة بطول 500 كيلومتر، ليكون طريق اتجاهين كل اتجاه 3 حارة مرورية. ويمر الطريق بقرية الأمل شمال الإسماعيلية، والتي تقع على مساحة 3500 فدان، وتشمل صوب وبيوت زراعية، قرية نموذجية لإقامة العاملين بالمشروع، وتعتبر بكورة المشروع القومي لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان. وجاري حاليا لتنفيذ باقي المشروع، حيث تم البدء في استصلاح 10,000 فدان بالفرافرة القديمة كنموذج للمشروع، والريف المصري الحديث والذي يتكون من أبار وأحواض مياه وأنظمة ري حديثة، و3 قرى زراعية منتجة تشمل 2000 منزل ريفي و480 وحدة سكنية للعاملين بالقرى والمنشآت الإدارية والخدمات اللازمة لتوفير حياة حديثة للمزارع المصري. كما تشمل الطرق التي تم تطويرها وتوسعتها طريق الإسماعيلية بورسعيد غرب القناة بطول 104 كيلومتر، ليكون طريق حر اتجاهين كل اتجاه 4 حارة مرورية، عدا منطقة الإسماعيلية القنطرة 3 حارة مرورية لعدم وجود مساحات على جانبي الطريق أو في الجزيرة الوسطى لوجود ترعة بورسعيد غرب الطريق وأراضي زراعية شرق الطريق. وجاري أيضا إنشاء محور 30 يونيو، والذي يبدأ من الطريق الدولي الساحلي جنوب بورسعيد حتى طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي عند علامة كيلومتر 90 بطول 102 كيلومتر وعرض 5 حارة مرورية لكل اتجاه. ومخطط استكمال الطريق ليتقاطع مع طريق القاهرة السويس ويصل حتى نفق وادي حجول على طريق القاهرة العين السخنة، وبداية طريق جبل الجلالة. صور بتوضح مشروع منطقة جبل الجلالة والطرق اللي جاري إنشائها في المنطقة. وتقع مدينة الجلالة الجاري تنفيذها حاليا أعلى جبل الجلالة على ارتفاع 700 متر من سطح البحر، وتقع المدينة على مساحة 17,000 فدان، وبها جامعة الملك عبدالله ومدينة طبية عالمية ومناطق سكنية وسياحية وخدمية، بالإضافة إلى منتجع الجلالة السياحي الجاري إنشاؤه حاليا، والذي يقع على شاطئ خليج السويس على مساحة 1,000 فدان، ويشمل منشآت سياحية وترفيهية ومارينا لليخوت، ويربط مدينة الجلالة بالمنتجع طريق صاعد لأعلى الجبل بطول 17 كيلومتر، وتلفريك بطول 6 كيلومتر،
ومخطط امتداد الطريق بعد تقاطعه مع طريق بني سويف الزعفرانة الجاري تنفيذه حاليا جنوبا حتى الحدود المصرية السودانية لتكوين محور مصر إفريقيا، ولربط شرق القناة بغربها جاري إنشاء مجموعة أنفاق أسفل قناة السويس بمنطقة جنوب بورسعيد عند علامة الكيلومتر 19 ترقيم قناة السويس، وتتكون مجموعة الأنفاق من 2 نفق للسيارات كل بطول 4 كيلومتر وعرض 11.4 متر، 2 حارة مرورية اتجاه واحد، ونفق للسكة الحديد بطول 6.8 كيلومتر وعرض 11.4 متر اتجاهين، وجاري العمل بها حاليا في الوقت الحالي. حيث تم التعاقد على تدبير عدد 4 ماكينات لحفر الأنفاق، تم وصول الماكينة الأولى منها ومخطط وصول باقي الماكينات اعتبارا من شهر ديسمبر القادم. وتربط مجموعة الأنفاق الطريق الدولي الساحلي شرق وغرب القناة والممتد من السلوم على الحدود الدولية الغربية وحتى مدينة رفح على الحدود الدولية الشرقية، مارا بمدن مرسى مطروح ومدينة الضبعة، الجاري حاليا إنشاء محطة نووية بها لتوليد الكهرباء، والذي راعيتم سيادتكم التوقيع على عقد تنفيذها مع الجانب الروسي، وتتضمن 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، والذي يتميز بارتفاع معدلات الأمان وبساطة التصميم وانخفاض التكاليف والعمر الافتراضي الكبير الذي يصل إلى أكثر من 60 عاما مقارنة بالمحطات الحرارية والتي يقدر العمر الافتراضي لها بحوالي 30 عاما. وتصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل الواحد إلى 1200 ميجا وات، ومخطط تنفيذ المحطة ودخول الوحدة الأولى الخدمة عام 2024، وسيتم تشغيلها طبقاً لضمانات ومعايير أمان صارمة على صعيدي البيئة والأمان النووي، حيث تم تصميمها لتقاوم خطأ المشغل البشري مع إنشاء وعاء الاحتواء الخرساني ليتحمل اصطدام طائرة تجارية بوزن 400 طن وبسرعة تصل إلى 150 متر في الثانية. وسأؤهل هذا المشروع العلماء والمهندسين المصريين في مجال تكنولوجيا المحطات النووية والأمان النووي، كما سيؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب خلال مراحل التنفيذ، سواء في مجال الإنشاءات أو الصناعات المكملة أو المجالات الأخرى. وجاري حالياً استكمال إنشاء الأسوار وأبراج الحراسة والبوابات للمحطة وإنشاء مدينة سكنية لأهالي الضبعة تم تحديد موقعها طبقاً لمسافات الأمان للمفاعلات النووية، وتشمل 1500 منزل بدوي كل بمساحة 300 متر والمنشآت الإدارية والخدمية، بالإضافة إلى تجمع سكني للعاملين بالمحطة النووية يشمل 2050 وحدة سكنية متنوعة المساحات ومنشآت إدارية وخدمية. كما يمر الطريق الدولي الساحلي بمدينة العالمين، والتي تم البدء في إنشاء مدينة جديدة بها على مساحة 77,000 فدان، ومخطط أن تستوعب 5 ملايين نسمة، وتشمل مناطق خدمية وترفيهية بالإضافة إلى جامعة إقليمية ومناطق للمال والأعمال ومناطق سياحية نظراً لموقعها المتميز على البحر المتوسط. كما يمر الطريق بمدن الأسكندرية ودمياط، والجاري حالياً التجهيز لتنفيذ مدينة الأثاث بها على مساحة 331 فدان، وتشمل ورش صغيرة ومتوسطة ومصانع كبيرة للأثاث ومصانع مكملة، بالإضافة إلى المباني الخدمية والإدارية والمالية التي تخدم هذه الصناعة
وتم تصميم المدينة لتكون من أكبر وأحدث مدن الأثاث على مستوى العالم. كما يمر الطريق بمدن بورسعيد والعريش الجاري حالياً تنفيذ أعمال تطوير الميناء بها لزيادة معدلات دخول السفن وتداول البضائع وتحويله إلى ميناء تجاري يساهم في دفع عجلة التنمية. وينتهي الطريق بمدينة رفح على الحدود الدولية الشرقية، حيث جاري في الوقت الحالي إنشاء مدينة رفح الجديدة بها على مساحة 535 فدان، وتشمل 400 منزل بدوي و 626 عمارة بإجمالي 10016 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 18 كيلومتر طرق أسفلتية والمنشآت الإدارية والخدمية اللازمة لتكون مدينة متكاملة. وحفاظاً على السيولة المرورية واستيعاب الكثافات المستقبلية، تم تصميم تقاطعات الطرق لتكون تقاطعات حرة، حيث تم التخطيط لإنشاء كباري علوية ودوائر مرور بمناطق تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع كل من محور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية بورسعيد، وكباري علوية بتقاطع طريق أنفاق جنوب بورسعيد مع كل من محور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية بورسعيد المعاهدة غرب القناة، وطريق شرق بورسعيد شرم الشيخ شرق القناة. المنطقة الثانية منطقة الإسماعيلية والقنطرة، بالإضافة لإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة الجاري تنفيذها حالياً كامتداد طبيعي لمدينة الإسماعيلية بإجمالي 58 ألف وحدة سكنية على مساحة 2828 فدان كاملة المرافق والخدمات والمنشآت الإدارية والخدمية، والتي تعتبر أول مدينة مصرية متاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعتمد على الطاقة الكهربية الهجين المولدة من الطاقة الحرارية والطاقة الشمسية، وتتضمن المدينة نادي رياضي اجتماعي ثقافي على مساحة 94 فدان يشمل جميع الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية. كما تم التخطيط لإنشاء منطقة صناعية بالقنطرة غرب، ومنطقة صناعية تكنولوجية بوادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية الجديدة على طريق الإسماعيلية العوجة الجاري تطويره حالياً ليكون اتجاهين كل اتجاه 3 حارة مرورية، والذي يصل بين الإسماعيلية وميناء العوجة البري على الحدود الدولية الشرقية بطول 211 كيلومتر، مروراً بمنطقة الصناعات الثقيلة والمحاجر بوسط سيناء ومطار المليز الدولي الجاري تطويره حالياً لتشجيع الاستثمار والسياحة بوسط سيناء. وجاري حالياً تنفيذ مجموعة أنفاق بشمال الإسماعيلية عند الكيلومتر 73 ترقيم قناة السويس لإيجاد محور مروري يبدأ من قلب القاهرة وحتى ميناء العوجة البري على الحدود الدولية الشرقية مروراً بمدينة الإسماعيلية، ويتضمن المحور طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي الذي تم تطويره لمواكبة الزيادة في الكثافة المرورية ليكون 5 حارة مرورية لكل اتجاه بدلاً من 2 حارة، وإنشاء كباري علوية للدورانات للحد من الحوادث وتحقيق سيولة أكبر للحركة المرورية. ويمر الطريق بمدينة العاشر من رمضان، والتي تعتبر من قلاع الصناعة بالشرق الأوسط. وجاري حالياً تطوير طريق وصلة أبو سلطان لتكون 3 حارة مرورية لكل اتجاه، وتتقاطع مع طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بتقاطع حر. كما تم التخطيط لإنشاء تقاطع تحيا مصر الذي يتكون من كوبري ودوائر مرور بمنطقة تقاطع طريق أنفاق شمال الإسماعيلية مع طريق الإسماعيلية بورسعيد المعاهدة. وللمساهمة في التنمية الزراعية وزيادة مساحة الأراضي الزراعية شرق قناة السويس،
جاري تنفيذ صحارى أسفل قناة السويس بمنطقة سرابيوم لنقل المياه إلى شرق القناة، وتتكون من عدد 4 بيارة كل بقطر 18 متر وعمق 60 متر، يصل بينها أسفل القناة عدد 4 خطوط من المواسير الخرسانية كل بقطر 3.2 متر، وجاري التخطيط لإنشاء صحارى أخرى أسفل قناة السويس لعبور مياه مصرف المحسمة التي كانت تلقى في بحيرة التمساح بدون استغلال، والذي تصل إلى 1.25 مليون متر مكعب في اليوم، مع معالجتها واستغلالها في زراعة 60,000 فدان شرق منطقة سرابيوم، أو زراعة 240,000 فدان في حالة استخدام طرق الري الحديثة، بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل للشباب وتنمية سيناء. المنطقة الثالثة منطقة السويس والعين السخنة. بالإضافة للمنطقة الاقتصادية الخاصة شمال غرب خليج السويس والمصانع المنشأة بها والأعمال الجاري تنفيذها حالياً لتطوير العين السخنة، والتي تشمل إنشاء رصيف جديد للغاز الطبيعي المسال، تم التخطيط لتطوير موانئ الأدبية والسويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية وخدمات بحرية ومناطق لتكنولوجيا المعلومات ومحطات لتوليد الطاقة. ولربط شرق القناة بالغرب وخلق محور مروري جديد، تم التخطيط لإنشاء مجموعة أنفاق شمال السويس تتكون من عدد 2 نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد، يتم البدء في تنفيذها بعد الانتهاء من أنفاق جنوب بورسعيد وشمال الإسماعيلية. وتربط هذه الأنفاق طريق النفق طابة شرق القناة الذي يبدأ من مدينة طابة على الحدود الدولية الشرقية بطريق القاهرة السويس غرب القناة، والجاري تطويره حاليا ليصل إلى 5 حارات مرورية لكل اتجاه، منها 2 حارة بالبلاطات الخرسانية لخدمة حركة النقل الثقيل. ويمر الطريق بمناطق التجمعات السكانية الجديدة كمدينة الشروق ومدينة بدر التي تعتبر من المناطق الصناعية الواعدة، كما يمر الطريق بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقع في المنطقة بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، وشرق الطريق الدائري الإقليمي على مساحة 170,000 فدان، ومخطط أن تستوعب 6.5 مليون نسمة. وتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 10,500 فدان بإجمالي 15,000 وحدة سكنية. وقد تم تخطيط العاصمة الجديدة لتحقق أعلى من المستويات العالمية سواء في مجال التعليم أو الإسكان أو خدمات المواطنين، ولتشمل مدينة طبية عالمية ومدينة معارض دولية، ولتكون نموذجاً يحتسى به مستقبلاً وخطوة هامة نحو مصر الحديثة. كما يمر طريق القاهرة السويس أيضاً بمطار القطامية الجاري تطويره حالياً ليعمل مطار مدني عسكري لخدمة العاصمة الإدارية والمدن الجديدة. سيادة الرئيس، الحضور الكريم، في نهاية العرض أؤكد لسيادتكم أن المشروعات التي تم الإشارة إليها خلال العرض هي جزء من المخطط العام للتنمية الشاملة للدولة للانطلاق نحو مصر المستقبل، والتي لن يبنيها إلا سواعد أبنائها. وأتقدم بالشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الشركات التي تقوم بتنفيذ الأعمال حالياً ومستقبلاً، وجميع العاملين فيها على هذا الجهد المقدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً. وبعد استماعنا لعرض مشروع تنمية منطقة قناة السويس، مصر بتأكد إن مفيش أحلام هتتأجل
مفيش قوة هتضعفنا، خلاص ناويين وهنكمل، مفيش خطوة تكتفنا، مسكنا الفرصة بإيدينا وبنشوفها وبتشوفنا، بنكمل حلم بكرة وبيها نوصل مهما يجرى. سيد رئيس الجمهورية، نستأذن سيادتك يا فندم في استراحة نصف ساعة، ينتقل خلالها الحضور الكريم إلى المنصة الرئيسية لنبدأ تدشين المرحلة الأولى من منطقة شرق بورسعيد، تنمية قناة السويس، عشان نكمل حلم بكرة. فتفضل يا فندم. We'll be right back.
الاستقرار هنا من شرق مدينة بورسعيد لنتواصل معا. بسم الله الرحمن الرحيم، سنيحدث الألم. بسم الله الرحمن الرحيم. تابعنا معكم هذه الكلمة الخاصة برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وذلك مع بداية افتتاح هذا المشروع العملاق، مشروع تنمية شرق بورسعيد. نتابع معكم على الهواء مباشرة هذه الاحتفالية الخاصة بهذا المشروع الذي يتحول فيه الحلم إلى حقيقة، لكي يتم استكمال الحلم الذي تحقق قبل ذلك الخاص بافتتاح قناة السويس الجديدة. واليوم سيتم افتتاح أيضا هذا المشروع العملاق من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد لحظات قليلة، حيث سيعطي الرئيس السيسي رئيس الجمهورية إشارة البدء لتدشين هذا المشروع العملاق، مشروع تنمية شرق بورسعيد. هذا المشروع الذي يضم العديد من المشروعات، من أبرز هذه المشروعات بالتأكيد مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد. هذا الميناء الذي سيساعد في تسهيل حركة الملاحة وأيضا زيادة حركة الملاحة بشكل كبير والتجارة العالمية. بالتأكيد مشاهدينا، هذا المشروع الذي نتواجد الآن في مقره وهو منطقة شرق التفريعة هو نواة لمشروعات أخرى عديدة ستعمل على تطوير المنطقة بالكامل. فإلى جانب أيضا إنشاء هذا الميناء وتطوير هذا الميناء، سيتم إنشاء المنطقة الصناعية والمنطقة اللوجستية وأيضا منطقة المزارع السمكية، بالإضافة إلى إنشاء 4 أنفاق وذلك جنوب بورسعيد. نحن هنا معكم في أجواء احتفالية جميلة، ها هي الموسيقات العسكرية تحت تعزف ألحانا وطنية، هذه الألحان إنما تعزف أولا على أوتار قلوبنا، هذه الألحان إنما هي تعبر عن نبض قلوب تنبض بحب مصر. هذه الأرض الطيبة التي نقف عليها الآن كم ارتوت بدماء جنودنا أبطالنا، ارتمت بدماء جنودنا وهم يحاربون من أجل الدفاع عن العرض وعن الوطن، وترتوي الآن بدماء جنودنا، بدماء المصريين الذين يحاربون الإرهاب. إن الإرهاب يحاول أن يقطع عزيمة المصريين وأن يوقف خططهم للتنمية وأن تعود مصر دولة قوية رائدة. هذا هو الهاجس الذي يقلق الإرهابيين في كل مكان، فمصر دائما يقف أعداؤها في وجه كل مشروع وطني يسعى للنهوض. نذكر أن هذا حدث إبان عصر محمد علي عندما قام ببناء دولة قوية فتية، فوقف لها الاستعمار وحاول أن يحجم وأن يقلل من شأنها. ونذكر هذا أيضا عندما حاول الرئيس جمال عبد الناصر أن يعيد النهضة الوطنية، وبدأ في بداية
بداية حقيقية لبناء هذا الوطن المفدى، فتآمر عليه المستعمر وحاول أن يكسر هذا المشروع الوطني في عام 1900.